سوف يحلو النغم. مرحبتين بكم مرة ثانية، أهلا وسهلا. معايا ضيفي السيد مبارك رحيل ضو، عضو المجلس الانتقالي السابق وباحث سياسي. مرحبتين سيد مبارك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. نحن اليوم في ذكرى ثورة فبراير وحابين ندرج شوية عليها. إن شاء الله. سؤالي الأول، هل المجلس الانتقالي مسؤول على ما وصلنا إليه الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم. عليه الصلاة والسلام. بداية أحب أن أنوه إلى أن من حق الليبيين أن يحيوا ذكرى ثورة 7 فبراير، لأن هذه الثورة فقدنا فيها الكثير من الشهداء، وفقد فيها كثير من الليبيين أعضاءهم، وفقدنا فيها الكثير من المفقودين، و لا 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 يصح ان نحرمهم من استذكار ثورتهم التي جاءت بعد عصر من الظلم والظلمات. ولو ان البعض سيقول ان الظلم زاد بعد فبراير، فعلا في ظلم بعد فبراير، ولكن الثوره قامت ضد الظلم، ويجب ان يستمر الثوار في مطالبة وفي الكفاح من أجل رفع الظلم عن الجميع. سؤالك سمحتي، أنت لفتناه شوية. نبي نشوف، أنا نبي نشوف يعني ليش وصلنا إلى الحال. والله الحال وصلنا لهذه تضافرت في عدة عوامل. تضافرت في الساحة الليبية وداخلية وخارجية، وأدت إلى ما وصلنا إليه. ولكن أنا في الساحة الخارجية في الدول واستخبارات دولية وأحزاب ومنظمات دولية شاركت في 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 نجاح فبراير، ثم شاركت في الفوضى التي نراها الآن. يعني قصدك أنت فيه استخبارات كانت موجودة على الأرض الليبية؟ لا لا، الآن نعم. بعد نجاح الثورة أصبحت ليبيا حدودها مباحة ومستباحة، لا ينكر أحد ذلك. فأصبحت ليبيا ساحة لتصفية حسابات بين الدول. شنو مسؤولية المجلس الانتقالي إلى ما وصلنا إليه؟ المجلس الانتقالي قاد فترة صعبة، ويصعب فترات التي مرت بها ثورة فبراير في البداية، وكان ناجح بشكل كبير في الوصول بالثورة لتحقيق جزء من أهدافها، وهو الإطاحة بنظام معمر القذافي، وكذلك بتوفير المعيشة الكريمة لليبيين، حيث أنه في عهد المجلس الانتقالي لما كنا نرى هذا النقص في كل شيء، وغلاء الأسعار والتعذيب والسجون، زادت الآن أكثر، باعتبار اولا فيه عامل مهم، وهو انقسام الدوله الى دولتين، مؤتمر وطني المنتهي ومجلس النواب ايضا المنتهي، كل منها تشبث بحقيته بالسلطه. نعم، بشنو الصراعات اللي كانت مسيطره على المجلس في هذيك الفتره؟ لا توجد صراعات في المجلس الانتقالي، بمعنى صراعات كنا متفقين كاعضاء مجلس انتقالي، رئاسه الاعضاء في كثير من في معظم المواضيع والامور التي والشؤون التي ادرناها بتوافق تام، لم يكن بيننا صراعات واضحه للعيان. ربما كان البعض لديه اجنده ينفذها، ولكن لم تكن واضحه وضوح كامل للجميع. نعم، فيه كانت بعض الجهات اللي تدعم في المجلس الانتقالي في الأيام الأولى للثورة، فهل كانت تمارس في ضغوطات على المجلس؟ لا أبداً، لم يمارس أحد ضغط على المجلس الانتقالي،
كنا نعمل كفريق واحد بحس وطني، ولم يكن هناك أي ضغوطات من استقالي في إصدار أي مقررات. نختلف أحيانا داخل القاعة ونتفق أحيانا أخرى. كيف كان يعمل يعني كيف كان يعمل المجلس الانتقالي، وكيف كان يعني شنو المبادئ اللي أسس عليهم باش يأسس الدولة؟ هو كان في فترة حرجة. أولا ما بدأ المجلس الانتقالي أصدر إعلان دستوري الذي رسم طريق لبناء دولة ليبيا، ولكن عندما جاء المؤتمر الوطني انحرف بهذا الإعلان الدستوري وعدل فيه أكثر من مرة وأصدر قرارات كانت كارثية على الدولة الليبية. شو أسباب التعديلات والقرارات الكارثية هذه؟ من اللي مسؤول عليه؟ المؤتمر الوطني، احنا المجلس الانتقالي أصدر إعلان دستوري ولم يعدل فيه، ثم جاء المؤتمر الوطني الذي اتخذ بناء على على الإعلان الدستوري، وكان مهمته هو انتخاب هيئة دستورية أو اختيار هيئة دستورية لتضع الدستور. نعم. ومن ثم إعادة تشكيل هيئة الانتخابات لانتخاب انتخابات دائمة بناء على الدستور. نعم. ولكن المؤتمر ما طلع في هذا الموضوع ولم يفعل فيه شيء حتى انتهت مدته. أنت تعرف في وثيقة فبراير اللي صدرت بعدها بضغوط الشارع. نحن ما زلنا في الفترة الأولى للمجلس الانتقالي. فيه بعض الأقوال وبعض الأصوات اللي تعلو وتقول أن المستشار مصطفى عبد الجليل كان يتخذ في قرارات فردية وكان يطبق فيه وما يرجعش لأعضاء المجلس. لم يصدر المستشار مصطفى عبد الجليل أي قرارات فردية إلا لما تكون أمور مستعجلة ويصعب اجتماع المجلس وحضوره في أيام العطلات مثلا، وأيام اللي لم تكن فيها هناك جلسات ممكن يضطر أنه يصدر قرارات، لأن ينتظر أحيانا الحالة اللي تنتظر حتى يلتئم مجلس هناك من يقيم في سبها ومن يقيم في الكفرة ومن يقيم في بنغازي، فصعب جدا أنه ينتظر يعني إقامة. نحن في مرحلة ثورة ومرحلة عمل مستمر، يعني هل مبرر أن يكون يتخذ قرارات في عطلة؟ يعني وين العطلة مسيرية اللي كانت مفروض يأخذوها ونحن في لم تكن حراك وفي ثورة وفي لم تكن القرارات التي اتخذها مصطفى عبد الجليل مقارات مصيرية إجرائية أو لفك مختنقات سريعة، إنما القرارات المصيرية اللي تهم لكل الليبيين كنا نجتمع عليها ونتخذ فيها قرارات مع جميعا يعني. نعم. شنو السلبيات اللي كانت موجودة في المجلس الوطني؟ هو عدم وجود الخبرة السياسية الكافية لأعضاء المجلس. كنا جميعا أو معظمنا جئنا من أعمال رجال أعمال أو أساتذة جامعات أو محامين، لم يكن لدينا الخبرة السياسية الكافية. أولا لأن الليبي لم يكن فيها مجال للأحزاب السياسية أو العمل السياسي حر. ثم إحنا وجدنا الساحة ففارغة مثلا، لم يكن هناك رجال دولة القذافي كانوا في صف القذافي طبعا، وجينا نحن جئنا لملء فراغ موجود. نعم. في هذيك الفترة كان فيه هيئة الدعم والمشورة، وكانوا يعني مجتمعين وكنا حاضرين الفترة ذيك وكانوا مجتمعين طول الوقت وكانوا يقدموا فعلا في دعم وفي مشورة للمجلس، فهل خذيتوا بهن؟ هل كان أشياء يعني واضحة وبالنسبة لكم أنتوا استفدتوا منهم في هذيك الفترة؟ هذه كانت في بداية الثورة قبل. نعم. قبل إعلان التحرير. هو بعد إعلان التحرير صار أشياء أخرى. إحنا الفترة المهمة أنا التحقت بالمجلس بعد إعلان التحرير. مش من فترة سابقة، كان قبل عضو المجلس عن مدينة سرت الشهيد بإذن الله الدكتور. نعم. حسن الدروعي. صح. فلما هو انتقل الى 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 وزاره الصناعه كوكيل،
حليت انا محلها يعني. فكان الفتره الاولى ما كنتش موجود انا في المجلس الانتقالي، ما استعنتوش، ما عنديش قدره اني نعطيك عنها معلومه هي. ما استعنتوش برجال النظام السابق اللي ما كانش عليهم شبهات ولا يديهم ملطخه بالدم، وكانوا يعني كانوا يشتغلوا من اجل ليبيا ومش من اجل القذافي. كثير منهم، ماما الشيخ مصطفى عبد الجليل كان من 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 كان وزير في عهد القذافي. نعم، مصطفى دكتور محمود جبريل كذلك كان. فكان اي حد لديه القدره على 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 دعم المجلس الانتقالي باي شيء مسموح له يتفضل ويجي. كثيرين كانوا معنا يعني. بس حضرتك قلت ان ما عندناش خبرات سياسيه يعني، فهل يعني هذوما ما كانوش مثلا كفايه؟ كان ممكن نستعينوا بناس اخرى. واستعنا ايضا في 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 المفروض الانتخابات كنا نستعين باعداد كبيره من خارج المجلس الانتقالي. كنا شكلنا لجنه من داخل المجلس للاسراف على الانتخابات، واللجنه اختارت اعضاء المفوضيه، وكان اعضاء المفوضيه ايضا يستعينوا بخبرات سابقه، ناس عندهم خبره من الداخل والخارج، خاصه اخوتنا اللي كانوا في خارج ليبيا طيلة السنوات الماضية، كان لديهم بعض الخبرة. ولو أنهم بعد أن استلموا الحكم بعد المجلس الانتقالي أساءوا كثيرا، ولكن دعمونا في بداية في أثناء عمل المجلس الانتقالي، كانوا داعمين لنا، وكانوا أيضا منتقدين كثيرين لنا منهم. نعم، المجلس كانوا متفقين ورؤيتهم وحدة، ولا كان عندكم وجهات نظر متعددة وكان فيه تجاذبات؟ وفي حتى الاخوه اللي من ام واحده واب واحد ما كانش ما يتفقش على كل شيء، فكنا نختلف دائما يعني. احنا نحكوا على الثوابت الوطنيه، ما كانش توصل اختلافاتنا الى تعطيل العمل المجلس. عمرنا ما عطلنا عن المجلس بسبب خلافاتنا، كما حصل في المطعم الوطني وحصل في البرلمان. الان نراهم خلاف يصل الى قتال، نحن كنا نختلف وكنا نخرج للغداء مع بعض، ما فيش بيننا اي شيء. نحن نسمع يعني، وهذا سؤال ديما يتردد وديما في الشارع، يقولوا ان المجلس الانتقالي تم اختطافه من قبل الاسلام السياسي، فشنو تاثيرات هذا التيار على المجلس؟ والله انت تشوف قرارات المجلس، هي قرارات لها تخرج بتاثير من انا ما نشوفش. انا سياسة. نحكي على شنو اللي يقولوا فيه. ما كانش التيار الاسلام السياسي، سمعنا بها بعدين القصه هذه اتضحت جليا في عمل المؤتمر، لكن في عمل المجلس الانتقالي كانوا معنا اخوه من 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 جماعه الاخوان المسلمين، كانوا يقولوا كانوا حاضرين بقوه. الاخوان المسلمين ما كانوش كثيرين، كان اربع اعضاء بس الاخوان المسلمين. لا، كانوا حاضرين بقوه في الشارع وفي العمل السياسي، وكان من حقهم، تيار سياسي من حقهم المشاركه، لكن انا اللي نحكي عليه السيطره، ما نحكيش عليه. من حق الجميع، كل الليبيين من حقهم انهم السيطره ما كانش في حد في اتجاه معين عنده سيطره. كنا على توافق شبه تام في كل الامور، في كل القرارات اللي اتخذها. انت تقضي حضرتك اذا عندك قرار معين او حادثه معينه اعطيه لي وانا نحلل لي، لكن تعطيش السؤال العام. ما كانش بيننا خلافات وما كانش في سطر الحد. كانوا معنا من التيار المدني موجودين كثيرين، تيار الاخوان المسلمين موجودين، فكنا نعمل فريق واحد. هو التيار الوحيد اللي كان شبه منظم اللي هو تيار الاخوان المسلمين، ماشي. ولذلك هم اللي كانوا قادرين انهم يكون لهم وجود ولهم قوه، لان زي ما قلت حضرتك انه ما كانش فيه قيادات سياسيه بارزه، وما كانش فيه ناس عندهم رؤيه واضحه، لان القذافي فرغ البلاد من القيادات السياسيه، قتل، سجن، طرد برا، فهم كانوا عندهم قوة وعندهم تأثير. أنا لم ألاحظ أن لهم تأثير على قرارات المجلس بشكل سلبي، بشكل لا نتفق معها مثلا. كنا على كل الأمور نناقشها، نعطيها حقها من النقاش، وإذا انهينا النقاش فيها نصوت على أي قرار نتخذه، ولكن لم ألاحظ أن هم
فرضوا على على المستشار المستعجل او على اعضاء المجلس اتجاه معين او 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 او, أو خرج بقرارات فردية من تحت الطاولة مع المستشار المستعجل. ابدا لم يكن هذاك موجود. كيف كانت علاقة المجلس بالمكتب التنفيذي؟ ما قلت لك انا كان فيه انسجام وفيه توافق. انا لم اكن موجود ايام التنفيذي، كنت موجود ايام حكومه الدكتور عبد الرحيم الكيب. انت ما كنتش موجود صح، لكن كلنا كنا موجودين بهذيك الفتره، يعني كنا مسؤولين على ايش اللي يصير. فمن وجهه نظر حضرتك يعني شنو، كيف كنت ترى احسن لما كنت برا كنت تشوف اكثر، فشنو راي حضرتك كانت في هذيك الفتره؟ هل هم اثنين كانوا يشتغلوا في نفس الاتجاه؟ ما هي كانت مرحلة ثورة ومرحلة والبلاد تخوض حرب، وكان مهمة المجلس التنفيذي هو توفير السلاح والعتاد والتموين والعلاج للمقاتلين وللمدن المحررة. فكان العمل كل منا له عمله الخاص، كل مجلس انتقالي كان يصدر قرارات ويقوم بالعمل التشريعي، والتنفيذ التنفيذي كان يقوم بالعمل الميداني. قلت لي حضرتك ان المجلس الانتقالي بدا ب 11 واحد، وبعدين كم وصل العدد؟ نحن جاء المجلس الانتقالي وعدى وما عرفناش العدد بالضبط كم، يعني العدد النهائي 107. 107 آه. فهل ترى نمثل ليبيا كلها؟ طبيعي جدا، وكان تمثيل عادل وحقيقي. والله حسب كثافة المدن، حسب كثافة العددية للمدن كان عادل، يعني كان في عدد التوزيع. كان طبعا في ارضاء لبعض المدن او الاصوات، تقول احنا مهمشين او كذا، كان في بعض الترضيات لهم ولكن بالتوافق مع بين الاعضاء. لكن نرجع بك الى مشكلتنا الان. نعم، احنا نعيشها الان، هذه مشكله ربما لها جذور من ايام المجلس الانتقالي، ولكن صلب المشكله الان هو الانقسام السياسي الحاصل. نعم، بعد انتخابات مجلس النواب. حنجو هذه، وهذه مشكلتنا اللي توا، وهي اللي مسببه. انا قصد لان هذه هي الاهم من المجلس الانتقالي، هذا اصبح تاريخ لليبيين. نعم، ويقدروا يحكموا عليه كل بنظرته، ولكن الان سبب المشكله والانقسام السياسي هو الموجود حاصل حاليا. نعم، التجاذب السياسي اللي وصل لدرجه والتكفير احيانا. نعم، يعني المؤتمر من جهه والبرلمان من جهه والناس مساكين. ما هو شنو وصلنا النقطة هذه؟ شنو وصلنا النقطة هذه؟ نعم، وصلنا النقطة هذه ان في بعض اعضاء المؤتمر. نعم، ويقود التيار السياسي، تيار سياسي معين اللي هو التيار الاسلامي، عندما رفض الشارع انتخابهم لمرة أخرى ثلاث مرات، قرروا عدم تسليم السلطة. نعم، قرروا عدم تسليم السلطة بأي حجة. وفي اتجاه تيار ثاني اللي هو تيار الفيدرالي. نعم، هذه مجموعة من الناس لم يكن لهم حظ مشاركة في 17 فبراير، فسعوا إلى تشكيل تجمع الفيدرالي لكي يبتزوا الليبيين وتحصل على دور. نعم، واتتهم الفرصة في يوم 4/8، حيث أن أكبر أعضاء سنة كان ينتمي إلى التجمع الفيدرالي، فدعا إلى عقد جلسات المجلس النواب في أبرك باعتبار أكبر أعضاء سنة. نعم، والأعضاء انساقوا وراه، أغلب الأعضاء انساقوا وراه، هنا حصل الانقسام. أنا شخصيا في وقتها دعوت أكثر من مرة، عندي فيها حوالي 10-15 صديق من اعضاء البرلمان حاليا، اكلمتهم تليفونيا، وصلت معاهم قلت لهم ضروري تمشي تستلم من طرابلس، اذا تستلم من طرابلس التيار هذا التيار الثاني تيار الاسلام السياسي ينتظر فرصه بس حتى يقسم البلد، وتيار الفيدرالي واتته فرصه من ذهب حتى يعلن عن الفيدرالية التي يحلم بها من زمان. تا
تظل تبرق مدينة من المدن الليبية وين ما ينعقد، يعني مفروض كان في تنازل من الطرفين، الليبي بيروح على كدوة يتحمل الدوس. نعم، لكن هم يقول لك المن نسلمه يعني المجلس الانتقالي نفس الكلام. كويس، لا من الانتقالي انتخب، قام بالدام انتخابات وسلم السلطة في احتفال. نعم، بس كنا ناخذ اعضاء المواطن بالاحضان. نعم صح، احتفال شافه كل الليبيين. ف مجلس النواب يفترض فيه انه هو كبير القوم يعتبر الان. نعم، يعتبر فيه انه هو يضحي، هو اللي يتنازل يمشي يستلم من ما دام الطرف الثاني متصلب ويعرف هو انه ينتظر فرصه فقط بس حتى يقسم البلد. نحن ما نبوش نحطه على الطرفين نحكي على الطرفين. نعم، الطرفين اخطأوا، الطرفين ينتظروا فرصة. الفدراليين اللي هم قادوا مجلس النواب فترة اسبوع او اسبوعين لحد تم استلام انتخاب رئيس، وتيار الاسلام السياسي الموجود بالمؤتمر، هذول اثنين كان لهم. نعم، هم كانوا سبب في انقسام البلاد ودخول البلاد في حرب، وكذلك خروج اللواء خليفة حفتر قبل الانتخابات بشهر، ويعلن الحرب على 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 ليش ما قدرت انتظرت حتى انت انتخابات تسليم السلام؟ لان كانت بنغازي في حاله سيئه. بنغازي انتظرت سنتين. نعم، في القتل والاغتيالات حتى شهرين ثانيه، لكن هم في ترتيبات معينه اشتركوا فيها الجميع. نعم، هل المجلس الانتقالي كان يتخذ في قرارات؟ هل كان التشكيلات المسلحه تفرض في اراء على المجلس الانتقالي او تتدخل في اصدار بعض القرارات؟ ابدا. التشكيلات المسلحة؟ لا أبدا. مرة واحدة. نعم، جاءوا مجموعة من الثوار اللي الآن سموهم ميليشيات، طبعا الاسم يتبدل. ما هي تعريف الثوار طبعا انتهى تعريف الثوار. نعم، ماشي الحال. طالبوا بإصدار قرار لإخراج الأزلام من بنوريت، مدينة بنوريت، فإحنا رفضنا رفض قاطع، وكان رفض من غير تصويت، ما صوتناش على اصل الموضوع هذا، جو ناقشوا الموضوع ومشوا. احنا حتى ما حبناش ندخل في 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 متاهه زي هذه، ونعرفوا احنا ان الموضوع اصلا كله مفبرك، مش من اي شيء، من اي حقيقه طبعا، بس هم كان لهم اجنده خاصه يسعوا لها، ولكن غير ذلك لم يحاول احد ان يتدخل في عمل المجلس الانتقالي من تشكيل المسلح. انا كنت حاضره ايام المجلس الانتقالي، ونشوف في كم مره في مجموعات مسلحه يجن يخشوا للمجلس الانتقالي وجايبين حد يجيب طلبات خاصه، جايبين مشاريع عمل، جايبين لكن يفرض علينا قرارات، ابدا لم يحصل ذلك. واذا كان عندك قرار معين تريه انه صدر تحت التهديد المات مسلح، اعطيه لي القرار وانا مستعد ارد عليك. انا قاعده نسال، لو عندك قرار معين، لو عندك قرار معين انا ارغب في اراء حضرتك وفي رؤيتك. لا، ما فيش شنو نقدروا نديروا من حل؟ سؤالي لك، شنو الحل في رايك؟ الحل الان، الحل صعب جدا. الآن البلد وصلت إلى التشظى كامل، الحدود مستباحة. نرى أن الأسبوعين الماضيين قوات سودانية دخلت إلى الكفرة، تدخل من ارتهان التيارات السياسية معظمها الآن موجودة لدول خارجية تدعمها، كل أي دولة تدعم، أي دولة تدعم الآن في اتجاه معين تريد أن تسيطر عليه طبعا. لا احد ما فيش دولة تعمل كجمعية خيرية. قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الجزائر، فرنسا، أي دولة، إيطاليا، كل الدول تدعم الآن، تتبنى تيار سياسي أو ميليشيا عسكرية تريد أن تفرض عنها رأيها وتكون لها نصيب في القرار الليبي. فهنا المشكلة يجب أن يتحد الليبيين، يتصف اتحاد الليبيين، ويجب أن الشارع ينتفض. نعم، الشارع الآن وصل الأمر إلى قوة يومه، أصبح الدولار 3.5، وأصبح الخبز غير موجود، الكهرباء ينقطع ب 12 ساعة، وأصبح المواطن الآن مطالب بالخروج وتغيير المعادلة، كمان غيرها يوم 17 فبراير. نعم،
هو أولا. ثانيا المجتمع الدولي يجب أنه كما ساهم في سقاط القذافي يجب أن يساهم في جمع السلاح. مش قلت ليبيا الآن جمع السلاح؟ هل من السهل جمع السلاح في الوقت الحالي؟ لا صعب جدا طبعا، لكن لو المجتمع الدولي أراد ذلك ممكن، مش حاجة مستحيلة، صعب ولكن ليس مستحيل. كذلك يجب أن يتفق الليبيين على القيادة العسكرية. أوكي. أن جيت اتجاه معين يقول أنا قائد، أنا أقود الجيش وأنا رئيس الجيش وأنا كذا، هذا لا يصلح. تحج الآن وفساد المساعي الحوار الليبي وولادة الحكومة الجديدة بحجة شخص أنه هو قوم الدولة أو تسقط على شخص واحد، هذا غير صحيح. أكيد طبعا. يجب أن يتنازل هذا الشخص ويترك البلد للليبيين، ولا 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 لكي لا نعود إلى يوم 17 فبراير وعمر القذافي قال أنا قاعد هنا. قاعد هنا. مش حتى السيد حفتر قاعد هنا، معناه قاعد لنا مش هيتحرك. يجب أن يترك السلاح. عندي سؤال ديما يطرح في نفسه في الشارع الليبي. يعني لما تحررت طرابلس انتقل المجلس الوطني إلى طرابلس وترك فراغ كبير في الشرق الليبي، وهذا سبب ربكة وسبب يعني مش زعل ولكن سبب فراغ، لأن كانت نحن نعرف أن الحراك كله كان في بنغازي أو في المنطقة الشرقية. فهل ترى أن الانتقال المفاجئ للمكتب التنفيذي وللمجلس الانتقالي إلى طرابلس كانت خطوة صحيحة؟ انتقال المكتب التنفيذي كان صحيح طبعا، لأن طرابلس هي العاصمة. نعم. كانوا شباب بنغازي ينادوا العاصمة طرابلس. نعم. فكان انتقال المكتب التنفيذي باعتبار يقوم بالعمل التنفيذي على الأرض، وكان موجود أغلب المؤسسات الدولة في طرابلس، كان يجب أن ينتقل المكتب التنفيذي إلى طرابلس. ولكن المجلس الانتقالي يفترض انه هو بقى ولو فتره معينه في بنغازي، ونحن حاولنا نتلافى الموضوع وكنا نقسم الاسبوع الى قسمين، ثلاث ايام في طرابلس ثلاث ايام في بنغازي. كنا احنا نسافر كل اسبوع الى بنغازي، نعقد جلساتنا في 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 فندق الفضيل. التلافي لهذا لان شعرنا بخطوره انسحابنا من بنغازي، شعرنا بها وشعرنا باثرها، واصبح الاعلام يتكلم والشارع يتذمر من ترك بنغازي. فاحنا كمجلس انتقالي كنا الى اخر يوم في جلساتنا كنا نقسم الاسبوع الى قسمين، قسم نصف في بنغازي ونصف في طرابلس. ولكن بعد ما جاء المؤتمر الغى هذه الفكره الموجوده. يعني ما حسوش الناس ان المجلس موجود معاهم، يعني ممكن تكونوا تجوا ثلاثة أيام وتمشوا لكن ما كانش في فعل حقيقي. طبيعي. على طبيعي 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 إنه ما يحسوش، باعتبار نعتبروا جايين ثلاثة أيام ماشيين مع ضيوف. قصدك هيك ولا؟ فهذه احنا كنا نعقد جلسات نستقبل في المراجعين من المواطنين بنغازي بشكل يومي، وكان هذا حد الجهد قال. معنا الأستاذ علي صوان متابع للشأن العام. ألو مرحبا أستاذ علي. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. كيف أستاذ علي لو سمحت نبو حضرتك تقول لنا شنو اللي وصلنا إلى هذه اللحظة اللي نحن فيها توا، شنو وصل البلاد؟ نعم نعم نعم. السلام عليكم وحييكم. عليكم السلام. مرحبا بك. وأهلي مشاهدين في 18. وأهلي الشعب في إسرائيل إن شاء الله، وإن شاء الله دعاء علي السنة أخرى ونحن تحديد ونحن الآن لا تستمع إلى الاحتلال الحمد لله. لكن سؤالك تتحلق صحيح، نحن الآن كنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء ليبيا موحدة واحدة حكومة واحدة ليبيا التي حلمنا بها حقيقة يعني يوم صفقة فبراير عند تفرقة الشعب الليبي. لكن الإجابة أقول يعني ما الذي وصلنا عوامل كثيرة جدا، حتى لكن أقولها أنا احترامي لضيف الكريم، لكن أيضا مجلس الانتقال فعلا يعني كان له دور حقيقة يعني بعض الأشياء التنفيذية
بدأت من منذ المؤتمر الثاني حقيقة. مثلا أعطيك مثال، مكافأة ثوار مثلا، هذه بداية تحويل الثوار إلى حقيقة إلى مبتدأ. أنا من دراسة هنا وكنت قريب جدا من المقاتلين والثوار، لا أحد كان يطلب مكافآت. نحن نستغرب حتى هذه الفكرة من جاءت أصلا. أمور عديدة عموما يعني. نعم، قصدك إغراق الثوار بالمال كان سبب من أسباب ال نعم المكافآت اللي كانت تصرف. نعم بالتأكيد. نعم، كان لها دور سلبي جدا يعني. نعم هذه حقيقة يعني. وهذه يتحملها المجلس الانتقالي في الواقع يعني. نعم أيضا مع احترامي لحكومة الكيب مثلا والدكتور الكيب، ولكن أيضا في وقتها بدأت التعامل مع الاقتحامات في صورة سيئة. كان يجب أن يكون التعامل بحزم منذ البداية. نعم. ثم تكرر ذلك في المؤتمر الوطني أيضا. ليش ما كانش في احتواء للثوار في هذاك الوقت؟ نعم، ليش ما كانش في احتواء للثوار؟ والله نعم، هي هذه القصة يعني قصة الاحتواء في الواقع لم تكن مدروسة، بل بالعكس أخذ ثمارها كانت سيئة جدا، لأن الثوار الذين لم يقتحموا لم يحصلوا على شيء، فبالتالي حتى الثوار الحقيقيين الواقع عندما وجدوا أن محسوبين على الثوار اقتحموا هذا المكان أو ذاك المؤتمر أو الحكومة، ثم تلبى طلباتهم بالكامل، تأكيد القصة يعني غير مدروسة على الإطلاق. هذا ليس احتواء يعني. نعم، لا أعلم ماذا أقول، لكن لو ليس احتواء على الإطلاق. نعم. من ترى يتحمل المسؤولية؟ هل الناس اللي تصدروا المشهد السياسي والحكومات والمجلس، أو الشعب نفسه حتى هو مسؤول معهم على إلى ما وصلنا إليه؟ والله أقول لك طبعا من يتحمل المسؤولية بالتأكيد هم معروفين، وربما أقول لك يعني حتى الأسباب كثيرة جدا التي تتحمل المسؤولية، لكنها على الواقع يعني أفسد المشهد السياسي في ليبيا. حتى تكاد الأشخاص تكون معروفة بالاسم يعني، لكن لا المجتمع الدولي بالحقيقة أنا أراه جاد لأن كان بالإمكان التعامل معه منذ البداية وبحزم. أيضا كما قلت أنت الشعب أيضا مسؤول، نحن نرى أن السلبية عادت مرة أخرى يعني ثقافة يعني أخبارات في جزء. نراها الواقع التي حكمنا بها الدستور 42 سنة، نراها أنها عادت من جديد. أيضا المجلس الانتقالي والحكومات يقولوا ان ما كانش فيه قادات او ناس سياسيين اللي موجودين في هذيك اللحظه كان عندهم وجهه نظر او عندهم كيف يحققوا الاهداف الثوره. والله الصوت مش واضح، لما تسمع يعني الأعضاء المجلس الانتقالي والحكومات اللي جات بعدها يقولوا إن ما عندهمش قادات سياسية أو خبرات سياسية أو ناس يقدروا يعطوهم قواعد يقدروا يبنوا عليهم دولة وينجحوا أهداف الثورة اللي قامت. صحيح. نعم. وكنا نأمل أن يعني المعارضين الذين كانوا في الخارج يعني كنا نعمل ان يكون دورهم افضل وان نستفيد منه بصوره افضل. لكن للاسف كما قال ضيفي في البدايه ربما كان لهم دور ايجابي، لكن نحن عندما نتكلم عن الانتخابات يعني كان مثلا السيد محمد المقريب كان من اكبر المعارضين في الخارج، وكنا نتوقع انه له خبره كثيره هو وغيرهم من المعارضين في الخارج، لكن للأسف يعني لم يكن دورهم كما كنا نتوقع. أيضا نعم. و 42 سنة عجاز نعم في ليبيا بالتأكيد يعني تكون نتائجها ما نراه اليوم. نعم، بالحسابات كم تشوف أن حققنا من نعم أهداف نعم. كم حققنا من أهداف الثورة؟ هل ترى أن نحن حققنا بعض الأهداف أو أنها هي ثورة لم تنجح؟
والله للاسف انا اقول لم نحقق اي هدف من هدف الثوره، لان اسقاط النظام بحد ذاته لا يعتبر هدف ولا يعتبر وسيله. يعني حتى التخلص من السياسي هو ليس هو الهدف الاساسي، الهدف الاساسي لهذه الثوره ان 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 تكون لنا دوله مدنيه، دوله مؤسسات، دوله فيها كل المواطنين سواسيه. كنا لا نريد ان نكرر ما كان يفعله القذافي ونظامه من التفرقه بين الليبيين، هؤلاء ابناء الرفاق، هؤلاء مش عارف من المدينه الفلانيه، هؤلاء قافه وتلك البائسه اللي تدفعها. للاسف يعني بعد الثوره ترى مدن محدوده. اعتقد انها انتصرت، تريد ان تحكم ليبيا. ثوار يقول والله احنا حررناكم ولابد ان نحكمكم، يعني كل شهر. انا اقول للاسف لم نحقق الثورة حتى الآن. برأيك شنو سبب؟ هل لأن ما عندناش مشروع واضح يعني كان سبب في نجاح الثورة؟ نعم. هل ترى أن عدم وجود مشروع سياسي واجتماعي واقتصادي هو السبب، عدم وجوده هو السبب في أن الثورة ما حققتش أهدافها؟ أنا لم أسمع إليك يعني. الصوت غير واضح. هل عدم وجود مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي واضح هو السبب في عدم نجاح الثورة أو وصولها إلى الأهداف المنشودة؟ صحيح، هي في الواقع تستطيع أن نقول أن الثقافات تساير انتفاضة شعبية، يعني بمعنى أنها ليست الثورة لها قادة لديهم مشروع واضح. نحن حتى يعني صارت المجايزات كبيره جدا. مثلا نعطيك مثال، يعني مثال قامت ليبيا الغد، ما كانوا في ليبيا الغد باعتقادي هم من تصدروا المشهد في بدايه الثوره. للاسف ما حدث بعد ذلك حدث تشويه متعمد لهم، تم حتى بقانون مثلا القانون العدل السياسي كان يعني المتدرج لابعادهم اقصاء. خرج علينا ما يسمى بالاتكال السياسي ويتزعمه الاحوال المسلمين بفرد قاتل وغيرهم، كان لهم مشروع حقيقه مشروع وقاف المقاتله وما يسموا الان داعش وغيرهم، مشروع متخلف جدا، يعني اثر كثيرا جدا في المشهد. والان نحن نعاني كما قلت ان 17 فبراير ليس لديها مشروع واضح، بل هي انتفاضه اكثر من انها ثوره. نعم. شكرا استاذي، وان شاء الله يكون فيه مشروع ناجح لثورتنا ومازال الامل موجود. شكرا، بارك الله فيك استاذ علي. معانا استاذ صالح السيوي. الو مرحبا. انا الو مساء الخير. الو مرحبا استاذ صالح. اهلا بك استاذ استاذ صالح، انت ديما معانا ونستشيره فيك ونسترشده بارائك. نبو نعرفوا شنو اللي وصلنا الى هذا يعني للي وصلنا له توا، شنو اللي وصل ثورتنا وشعبنا وبلادنا الى ما وصلت اليه؟ والله في حقيقه الامر هناك اشياء موجوده في احشاء الربيع العربي نفسه، يعني عملية الانتفاضة وقلب النظام برمته وبجميع مؤسساته كانت البداية. يعني لم نبقي على شيء من مؤسسات النظام السابق، وقلنا بأن ما كان موجود هو مرفوض بالجملة، وأردنا أن نشق الطريق هكذا. لم تصدروا المشهد في ذلك الوقت، لم يكن لهم برنامج بالتأكيد، لأن الثورة جاءت بشكل مفاجئ وفاجأت الجميع، ولهذا كان بدأت في مسلسل من الانتكاسات والأخطاء المتراكمة. لعل ربما سآتي على بعض المحطات فقط ولكن ليس على كل ما حدث. أقول أن الفكرة من حيث المبدأ أن ينتفض الناس
بشكل آخر، وبالذات الشباب منهم من هم في عمر العشرين أو أقل من 25، ويلتهموا مؤسسات الدولة ويريدوا أن يقيموا نظاما ثوريا جديدا. هذه فكرة طوباوية في واقع الأمر، لأن هناك مرحلة انتقالية نحن لم نقف عندها. هذه المرحلة في العادة المرحلة الانتقالية هي مرحلة رمادية تحمل شيئا من صفات من مواصفات العهد السابق وشيئا من المطموح أو طموحات تلك الثورة، ويتم الانتقال بشكل تدريجي. نحن رفضنا كل ما كان موجود، ورفضنا حتى التكنوقراط وغيرهم، وقلنا نريد أن نؤسس على أسس جديدة بالمرة. وهذه فكرة طوباوية أيقنا أنها غير قابلة للتطبيق، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هناك أخطاء ارتكبت من البداية، وزي ما أشار زميلي عن صوان الموضوع، مثلا موضوع تشكيل كتائب، الاستمرار في تشكيل هذه الكتائب ودعم الثوار بالمال. تم إحلال مجموعات أخرى لم تشارك في الأصل في الثورة بشكل مباشر، ولكن انسحب الكثيرين من الثوار الحقيقيين الذين كانوا في المقدمة وكانت لهم روح وطنية خالصة. جاء بعدهم طبقة أخرى من الشباب فهمت الموضوع فهما آخر، وبدأ عملية الابتزاز، وبدأت عملية التسلط المسلحين على المشهد. أيضا الأستاذ مصطفى عبد الجليل في بدايات الثورة لم يكن موفقا، حتى في خطاب الثورة لم يكن خطابا ذا معنى وذا قيمة، وشعر الكثيرين بخيبة الأمل. المحطة الأخرى التي مررنا بها هي مرحلة العزل السياسي أو قانون العزل السياسي، قانون أو قرار العزل السياسي الصادر عن المؤتمر في ذلك الوقت كان فاجعة في واقع الأمر، لأنه كان عملية نكاية أكثر منه عملية تأسيس لثورة تقوم على أيدي أو على أكتاف الشرفاء. أستاذ صالح المشهد، نعم، هل ترى أن عسكرة الثورة هو أكبر سبب في عدم تحقيق أهدافها؟ أعتقد ذلك، أن عسكرة الثورة وعدم كان من الممكن إيجاد طريق ما نسميه الحل المدني من خطاب التحرير وما تلاه من قرارات، ولكن في واقع الأمر أن كان هناك تسليحا ودعما، وكان عملية التمترس خلف تلك الميليشيات المسلحة كان سببا أساسيا أو فيما وصلنا لهذا المشهد الذي نحن فيه الآن. ويا ليت تلك الميليشيات التي نتحدث عنها، أنا لا أجمل هنا كل مسلحين وكل الميليشيات، ولكن أقول أن الكثيرين منهم كانوا مجرد أدوات أجندات أخرى تحتمي خلف هذه الميليشيات. وهذا طبعا سنعاني من حتى في الأيام القادمة إن لم نتصرف بجدية. إن شاء الله أستاذ صالح يكون الأيام الجاية أفضل، وإن شاء الله نستضيفوك ونحن في أحسن حال وعندنا حكومة واحدة وموحدة. شكرا أستاذ صالح، بارك الله فيك. أستاذ مبارك، شنو هالحوسة اللي نحن حايسين فيها؟ يعني إن شاء الله نقدروا نطلعوا، إذا كان فيه حاجة يعني ممكن تقولها لنا في نص دقيقة، كيف ممكن نديروا باش نطلعوا من هالمأزق اللي نحن فيه، من هالنفق الضيق اللي خشاشنا روحنا فيه وما عادش قدرنا نتحركوا؟ أولا نضم صوتي لصوت الأستاذ علي صوان في طرحه بأن أحد أسباب ما نحن فيه هو إغداق الأموال على الثوار. نعم. ومنح الثوار لم يطلبوها الثوار منح، إنما كان خطأ المجلس الانتقالي، وأنا أعترف بذلك. هذا أنا معه في ذلك. صح. ولكن الحلول هي زي ما قلت لك، إن الشعب الليبي يخرج إلى الشارع، يرفض الموجود،
ويدعو لتشكيل إلى انتخابات رئاسية، رئيس للدولة يدير شؤونها. أما رئاسة الدولة ب200 عضو هذا غير مجدي، لا نتفق 200 عضو على رئاسة الدولة. ونراهم الآن حتى 9 أعضاء مجلس حكومة التوافق غير متفقين، مع أني أنا مع حكومة التوافق وأرجو أن يتاح لها الفرصة للعمل، ولكن هم أيضا غير متفقين، لأن هناك من جاء ليفشل حكومة التوافق، جاء عضو بحكومة التوافق ليفشلها. هو أصلا رافض لحكومة التوافق من الأصل وصرح بذلك عدة مرات، ثم جاء عضوا في الحكومة، يعني هذا يعني أمر طبيعي أنه هو جاء لإفشال الحكومة. ثم في هناك خطوة أخرى أنا أرى أنها ضرورية للقضاء أو لتقدير مخاطر الجهوية والقبلية، هو دعم الأحزاب وبناها على أسس صحيحة إن شاء الله. شكرا أستاذ مبارك رحيل ضوء، وشكرا لتواجدك ورحابة صدرك، وإن شاء الله نلتقي قريبا وليبيا موحدة وثورتنا ناجحة، لأن هي فعلا ثورة حقيقية. ونحن نتمنى أن كل الأخوة، نحن خوت في الوطن، خوت في الرأي، وخوت في الحكم، وليبيا للجميع وبالجميع وتسع الجميع، وإن شاء الله ربي يهدي الأسرار زي ما نقوله، وتكون حكومة واحدة وفي دولة واحدة. ومع السلامة ونلتقي بإذن الله.